يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من الناس أو يستدلون بسكوت غالب العلماء علماء السنة عند انتشار البدع والأهواء، لا سيما في زماننا هذا، وإذا كان ثمة إنكار فإنه يكون بلا ارتفاع لصوت أهل العلم وتصريحاتهم. يقول ما التعليق على ما ذكر؟ هذا ما هو صحيح، ما يسكت أهل السنة كلهم، لا بد يقيم الله من ينكر من أهل السنة والجماعة، وإن لم يكونوا كثيرين وقد يكون واحدا يقيم الله به الحجة على عباده. قالوا ما أنهم يسكتون، لا ما سكتوا كلهم. نعم.